حدث في مثل هذا اليوم. شهد 8 يوليو العديد من الأحداث المهمة، ففي عام 951 ميلاديا تأسست مدينة باريس الحديثة، والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. وفي 8 يوليو عام 1990 أحرز منتخب ألمانيا لكرة القدم لقبه 3 في تاريخه في بطولة كأس العالم، بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدف للا شيء في النسخة 14 لبطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا. كما شهد 8 يوليو عام 1972 وفاة الأديب الفلسطيني غسان كنفاني، والذي يعتبر أحد أشهر الكتاب والصحافيين العرب في القرن العشرين. وفي 8 يوليو عام 2013 توفي المخرج المسرحي حسن عبد السلام، والذي قدم أكثر من 200 عمل مسرحي، من أشهرها سيدتي الجميلة والمتزوجون.